صباح الله ومساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في أغلب المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية الغربية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحال الجوي المتوقعة في عموم مناطق المملكة. نبدأ بالتوقعات الجوية هذه الليلة للعاصمة الرياض. طقس صافي 11 درجة مئوية، الملموسة 9، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية خفيفة السرعة. تفاصيل الحال الجوي المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكة 19 إلى 9، نفس الحرارة في عرعر وتبوك 22 إلى 10 درجة مئوية مع طقس غائم جزئي. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 28-18، جدة 31-23، مكة المكرمة 33-21، والطائف 23-12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 18-10، جازان 30-24، وأبها 20-10 درجات مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 25-13، حفر الباطن 23-12، والإحساء 26-11 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس صافي 23-11، بريدة 20-9، وحائل 19-9 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.